منطقة رفح الحدودية مع مصر باتت مكتظة بالنازحين، أمر صدم العديد ممن تم تهجيرهم من مناطق عدة في القطاع بعد أن قطعوا أياما سيرا على الأقدام لينضموا إلى مصير آلاف النازحين الفلسطينيين على الحدود المصرية الذين باتوا بلا مأوى ومن دون أفق. قعدت ثلاثة أيام وأنا بمشي في الطريق، لما وصلت هنا ولما وصلت هنا ولا لقيت لي مأوى ولا لقيت لي خيمة ولا لقيت لي حاجة. نمت الليلة في الشارع والمطر الليلة فوق كله والمطر فوق، وأنا ما هين لا لقي لي مأوى ولا لقي لي حاجة ولا لقي معايا أولاد يتامى لا إلهم أب ولا إلهم أم. وإحنا طلعنا مش عارفين وين نروح، يعني من أني شارف رفح مليانة فيش فيها شبر فاض، ولا حتى الآن مش عارفين وين نروح. وبعد أن ضاقت بالفلسطينيين المهجرين إلى جنوب قطاع غزة جميع السبل لإيجاد مأوى، لم يبقى أمام هؤلاء سوى المكوث في الخلاء على شاطئ البحر أو بالقرب من الشريط الموازي للحدود الجنوبية للقطاع. آخر شيء آخر مكان وصلنا له هذا النقطة على الحدود المصرية مع المصريين، يعني على المحور فيلادلفيا. بعد هيك مش عارف يعني أي مكان بدنا نروح، ما ضلش مكان نحن نروحه أصلاً. يعني كل مكان بتروحوا بالحقوق فيه وبتحاصر الدبابات المكان وبقتلوا كل اللي فيه. وما زاد الطين بلة في رفح، تراكم مياه الأمطار الكثيفة التي أغرقت خيام النازحين لتغرق المنطقة في أزمة تكدس النازحين ومياه الأمطار. والأوضاع في مخيمات دير البلح لم تكن أحسن حالا، فخيام النازحين غرقت هي الأخرى في مياه الأمطار. فهناك كما في رفح لم تنجح برودة الطقس في إخماد نار الحرب التي سببت هذه المعاناة.